سيلعب هذه المباراة يزن 135 كيلوغرام. الشقيقان المون دوغ ريكس والمون دوغ سبوت. المون دوغ ريكس والمون دوغ سبوت هما أخان. يزن المون دوغ ريكس 135 كيلو وسيقابل البطل البولندي إيفن بوسكي 145 كيلوغرام. إيفن بوسكي 145 كيلوغرام من بولندا. سيقابل موندوغ ريكس. موندوغ ريكس وإيفن بوسكي. بولش بار. بولش بار. ويدعيان تبدأ المباراة بين البولندي إيفن بوسكي وموندوغ ريكس. الشهرة بولش باور يقابل موندوغ ريكس. موندوغ ريكس وزنه 135 كيلوغرام وهو وشقيقه يلعبان كثيرا ما يلعبان تاج أي المصارعة الرباعية. والآن يقابل إيفن بوسكي البولندي، لكن الجماهير كلها الموجودة في استاد صباح السالم بالنادي العربي كلها متعاطفة مع إيفن بوسكي اللي ممسوك الآن مسكة نيلسون. مسكة نيلسون وهي من المسكات الصعبة، ويتخلص منها إيفن بوسكي بقوة عضلاته. يتخلص من مسكة نيلسون بقوة عضلاته ويقبض على رسغي الموندوغ ريكس بقوة عضلاته أيضا، وهو يزن 135 كيلو كما نرى جميعها من العضلات القوية. يسيطر، والطريف أن شقيق الموندوغ ريكس موندوغ سبوت يحتاج من الخارج. ضربة أخرى بسرعة من البولندي إيفن بوسكي. الجماهير تهتف بوسكي بوسكي. الجماهير تهتف بوسكي بوسكي، لكن سيطر الآن الموندوغ ريكس. سيطر. وما زال الموندوغ ريكس يسيطر. والإيفن بوسكي بيحاول يتخلص من المسكة.
وفعلا ويحولها لصالحه وفعلا يتخلص من المسكة ويحولها لمسكة أخرى لصالحه لصالح إيفن بوسكي، وتنتهي إلى شاكوش خلفي لصالح إيفن بوسكي، شاكوش خلفي ويصرخ ريكس موندو ريكس، لكن سيطرة كاملة لإيفن بوسكي. يحاول يهرب وهرب فعلا من على الحلبة، ويظل إيفن بوسكي بولش باور، بولش باور صامد على الحلقة. يسيطر ويكسب عطف الجماهير. ريكس بيحاول انه يمسك الماسكة، لكن ايضا بيتخلص منها البولندي ويحولها لصالحه، لكن هذه المرة يسيطر الموندوغ. بعد ما نزل ليستريح قليلا ويحول الإيفن بوسكي، إيفن بوسكي يحول الماسك لصالحه، لكن هو في نفس الوقت بيمسك شعره والحكم بيحذره بيأكد غير كده. بيستعمل الشعر وبيرميه على الأرض، لكن وبسرعة البولندي بيوقيه على الأرض إيفن بوسكي، وبيهرب مرة ثانية يلتقط أنفاسه، بيستغل هذا الهروب ليلتقط أنفاسه، ويعلم أن الجماهير ضده في جميع الحالات فما بيهمه، وبينزل ليستغل هذا الهروب في الراحة ويسترد أنفاسه ويصعد مرة أخرى. والحكم طبعا هذه المرة بدأ يعد عليه، بيحاول يرفعه ضربة تانية بالركبة، وبدأ يقيل له الضربات، وبوسكي أيضا يتحمل الضربات ومسكة كبرى ويلقي أرض وبيلقي قوية على عنق إيفن بوسكي اللي بيتحمل هذه الضربات القوية، وبيضربه تاني وبيسقطه أرضا، وبيتمكن الآن الموندوغ بيتمكن من إيفن بوسكي اللي بيحاول إيفن بوسكي يسترد سيطرته تاني، وبيبدأ باللكمات لكن ضربة بضربة. هذه اللكمة في الوجه، وأيضا تاني بمسكة ورمي، وبيتحدى الجماهير وبيحاول واحد اثنين، لكن لم يتمكن من التثبيت كاملا. ضربة بسيف اليد وضربة تانية على العضلات، طبعا العضلات البارزة، فبتؤلم إيفن بوسكي. ومسكة من المسكات الممنوعة، الحكم بيقول له لا، من المسكات الممنوعة، وبيوزع ويصرخ كالكلب المسعور زي ما بيحبوا يسموا نفسهم، الكلاب المسعورة، الموندوغ ريكس والموندوغ سبوت. وبيرفع إيفن بوسكي وبيرميه على الركبة، بيحاول تثبيت واحد اثنين، لكن لم يتمكن من الثالث. الموندوغ بيسيطر
بجراحه باظافره بيستغل اظافره بجراحه وبتاني المسكه الممنوعه من الانف بيمنعه الحكم بيبدا ابن بوسكي يضرب لكن وهو غير مسيطر ضرب الضربه وبدا يطيل الضربات واحد اثنين ثلاثه يلقي على الاحبال اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12 ورا بعض مره اخرى على الحبال ومن كلتا يديه واحد اثنين ثلاثه تثبيت 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 بعد تسع دقائق يفوز ابن بوسكي بالتثبيت في الاكتاف ابن بوسكي ابن بوسكي يفوز بالتثبيت في الاكتاف بعد تسع دقائق